رئيس الجمهورية يستقبل القصر الرئاسي المكتبة التنفيذية لرابطة العمد الموريتانيين. انطلاق أعمال وحدة التدريس الخاصة باللغات الوطنية لصالح شعب القضاء والإدارة العمومية بالمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء. وزير الصحة يؤكد خلال زيارته للمركز الصحي بمقاطعة سبخة عزم قطاعه تشييد وتجهيز المركز ليصبح مستشفى. أينما كنتم مشاهدينا الكرام، حياكم الله وأهلا بكم إلى تفاصيل نشرة الثامنة من قناة الموريتانية، معكم فيها لالا متمد ومحمد بديدي. كما نرحب معكم مشاهدينا الكرام بأسماء عثمان التي سترافقنا في لغة الإشارة طيلة هذه النشرة. أهلا بك لالا، أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني اليوم بالقصر الرئاسي المكتب التنفيذي لرابطة العمد الموريتانيين برئاسة السيد سيد أحمد الهميمد عمدة بلدية يطار. جرت المقابلة بحضور وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد سالم المرزوق ومدير ديوان رئيس الجمهورية السيد محمد أحمد والمحمد لمين مكلفين بمهمة في رئاسة الجمهورية السيدين يحيى والكبد وأعمر والعلي سالم. وبعد اللقاء أدلى رئيس رابطة العمد الموريتانيين بتصريح أوضح فيه فحوى اللقاء. كان الإشراف لاستقبال رئيس الجمهورية اليوم، وكانت الفرصة استماع لإرشاداته، وكانت كذلك الفرصة لطرح عليه جميع المشاكل اللي تعاني منها المركزية التنمية المحلية، وكنا مرتاحين لجو اللي والتفهم المشاكل اللي انطرحت والاستعداد الكبير اللي ومراقل من عنده مطمئن مستقبل. هذا اللي قاله اللامركزية واللي قالوا التنمية المحلية، وهذه هي أول مرة نشعر أن هناك عناية حقيقية وفهم حقيقي للذين قالوا لا مركزية اللي ما خارج تنمية ولا خارج مستقبل دونه. فيها جيد وكان متفهم ومطلع على الأمور والمشاكل، وشينا من عنده تعهدات لأنه بإذن الله تعالى الأمور تدور تتغير وتدور يمشي. من النشاط البرلماني، أعلن اليوم بمقر الجمعية الوطنية في المكشوط عن انطلاق أنشطة فريق برلماني لصداقة الموريتانية الأمريكية. يهدف الفريق حسب أعضائه إلى أن يشكل إطارا مؤسسيا لتعزيز التعاون بين البلدين والدفع بهما نحو آفاق أرحب. لبنة أخرى على صرح تعزيز العلاقات الموريتانية الأمريكية ورقي المستوى الدبلوماسية البرلماني، الإعلان عن فريق الصداقة البرلمانية الموريتانية الأمريكية ليزيد من عمق هذه العلاقات ويرفع من سقفها خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين. النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية شكر النواب منوها بالدور الذي يمكن أن ينهضوا به في تعزيز علاقات البلاد الخارجية. يسعدني أن أشارككم اليوم هذا الاجتماع الذي يمثل إعطاء إشارة البدء لنشاطات الفريق البرلماني للصداقة الموريتانية الأمريكية، ولا أجد ضرورة للتذكير بأن بلادنا ترتبط بعلاقات صداقة وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية،
أثمرت تعاونا في مجالات عديدة، ونحن نتطلع إلى تعميق وتنويع تلك العلاقات بما فيه مصلحة البلدين. وقد بات جليا أن للبرلمانيين في دول المؤسسات أدوارا دبلوماسية يمكن أن تمثل جسرا مهما ومستديما للتواصل بين الأمم والشعوب. أما رئيسة الفريق البرلماني لصداقة الموريتانية الأمريكية فقد أكدت استعداد فريقها للتعاون مع نظرائهم في الكونغرس الأمريكي لدعم كل مجهود يهدف لمد جسور التعاون بين البلدين. من هنا فإننا نتطلع إلى ترسيخ التعاون القائم بين بلادنا والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات عديدة، كتعزيز القيم الديمقراطية والحكامة الرشيدة وثقافة المحاسبة ومواجهة الإرهاب وتعزيز السلم ومجالات التنمية المختلفة. وفي عالم اليوم تحتل العلاقات التجارية والاقتصادية دورا أساسيا في تقارب الشعوب، وقد لوحظ أخيرا اهتمام متزايد للشركات الأمريكية بموريتانيا خاصة العاملة منها في مجال البترول والغاز، ونحن نشجع ذلك ونطلع إلى زيادة الاستثمارات الأمريكية المباشرة وغير المباشرة خدمة للمصالح بلدينا الصديقين. أما سفير الولايات المتحدة الأمريكية في بلادنا السيد مايكل دودمان فقد أوضح أن الحكومة الأمريكية والشركاء الأمريكيين يزدادون يوما بعد يوم رغبة في التعاون مع الشركاء الموريتانيين، مثمنا العناية التي يوليها رئيس الجمهورية لهذا التعاون. ومن شأن مبادرة كهذه أن تفتح آفاقا أوسع في التعاطي أكثر بين البلدين وتنويع مجالات التعاون بينهما، هذا فضلا عن تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتوسيع قاعدة التعاون. من النشاط الحكومي انطلقت صباح اليوم بالمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء أعمال وحدة التدريس الخاصة باللغات الوطنية لصالح شعب القضاء والإدارة العمومية بإشراف من وزراء العدل والداخلية واللامركزية والوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة. تهدف الوحدة إلى تدريس اللغات الوطنية لصالح القضاة والإداريين المدنيين لتمكين المواطنين من التعبير عن مشاكلهم بطريقة سلسة. المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء تطلق وحدة لتدريس اللغات الوطنية لشعب القضاء والإدارة العمومية تحت إشراف وزراء العدل والداخلية واللامركزية والوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة. ويتوخى من إنشاء هذه الوحدة تقريب الإدارة أكثر من المواطنين وجعلها في متناولهم لتمكينهم من طرح مشاكلهم وتوصيلها بسلاسة إلى المعنيين. إنه من غير الملائم أن يبقى القضاء والإدارة معزولين عن محيطهم الاجتماعي والثقافي، بل إنه يجب أن يكون القاضي والإداري ابن بيئته، ولا يتسنى هذا إلا من خلال معرفة اللغات الوطنية وتطويع التقنيات الحديثة وتهيئتها لتتماشى مع البيئة والواقع الثقافي للمجتمع. إن الفرصة المتاحة لكم اليوم لتعلم اللغات الوطنية فرصة بالغة الأهمية، من شأنها أن تجعلكم أكثر قربا من المواطنين وأكثر قدرة على حل مشاكلهم في شتى مجالات العدالة من جهة، وأكثر انسيابية في وجه المواطن للوصول إلى مرحلة العيش الكريم في كنف وطن يحتضن أبناءه ومعتز بتنوعه الثقافي والعرقي. تنسجم المبادرة الجديدة مع توجهات السلطات العمومية الرامية إلى تطوير التكوين في مختلف المستويات التعليمية بالمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء التي توجت بمصادقة الحكومة على مرسوم رئاسي يهدف إلى إرساء نظام تكوين عصري ينسجم مع النظم والقوانين المعمول بها. تنسجم هذه الخطوة أيضاً في إطار التوجيهات العامة للسلطات العمومية لتطوير التكوين في مختلف المستويات والمراحل المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، وقد تجسد ذلك من خلال مراجعة نظام التدريس والتكوين، حيث صادقت الحكومة مؤخرا على مرسوم جديد يحدد نظام التدريس والتكوين بالمدرسة، والذي تضمن من بعض الإضافات الجوهرية والهيكلية مما أعطى للمدرسة نظاما تكوينيا عصريا ومنسجما
مع القوانين والنظم المعمول بها، وقد نص هذا المرسوم من بين أمور أخرى على تقليص فترة التكوين للسلك العالي من 36 شهر إلى 24 شهر حتى يوافق النظام الأساسي للقضاة الذين ستكونه المدرسة، وسيكون أكثر ملائمة للنظم والمسارات المعمول بها في المؤسسات المشابهة. وفي الختام، تفقد الوفد الوزاري القاعة التي يتم فيها تقديم دروس اللغات الوطنية لطلاب شعب القضاء والإدارة العمومية، وقدمت له شروح تفصيلية عن النظم المعمول بها وطرق التدريس. وفي المجال الصحي، أدى وزير الصحة صباح اليوم زيارة تفقد واطلاع للمركز الصحي بمقاطعة السبخة، يطلع خلالها على الخدمات التي يقدمها المركز. وقد مكنت زيارة سيد الوزير من التعرف على أبرز المشاكل المطروحة لهذه المنشأة الصحية التي تهتم بصحة الأم والطفل. المركز الصحي بمقاطعة السبخة كان على موعد مع هذه الزيارة التي السيد محمد نذير والحامد، ومكنت زيارة السيد الوزير هذه المنشأة الصحية وعلى طبيعة الخدمات التي تقدمها، خاصة في مجالات طب النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، التغذية، ومختلف العلاجات الأولية من المراكز الصحية. الوزير استمع السيد محمد الأمين الشيخ ومختلف الطواقم الصحية بالمركز لأهم المشاكل والعراقيل التي تواجههم، مطالبين بإيجاد الحلول المناسبة لها. وفي رده على مطالب العمال، بيّن الوزير الهدف من الزيارة ومساعي القطاع لتحسين وتطوير هذا المركز الصحي. أولا نشكر الوالي، الإدارة والبلدية وإدارة جوية الصحة، طاقم المركز لهذه الجولة اليوم اللي أعطتنا نبذة واضحة عن هذا المركز، عن بعد قاعة نقاط قوته اللي خارجين وياسري غير ملي، عن نقاط ضعفه، وسمعنا ذلك مسؤول المركز، وسمعنا ممثلين عن عمال اللي يقولوا لأن الوزارة ماشي قدوما إن شاء الله، وفنها يخلق بنا جديد تام لهذا المركز، وعن ولا قد يعود مستشفى إن شاء الله ودرع المستشفى الدرجة الأولى، وذاك هو اللي يأكد أنه يحل قدر من الأشياء اللي قلتوا أنتم، يسوى بلد الجراحة، يسوى الجروب، هذه الأشياء أساسية ويالا تعود المستشفى، وهو عادي يشتغل كمستشفى غير هو تم في مستوى المركز، أن هذا إن شاء الله نعمل عليه وندور نشتغل عليه. وسابق ذاك لين كونوا إن شاء الله معايا هون لما ينعمل وزارة الصحة، لين كونوا لجنة مسقرة يين تشوف هذه المشاكل اللي قلتوا أنتم وذي شفنا بذلك على أرض الواقع، يعني يتعدل أن شنو هم الإجراءات اللي قدونا نقول ذلك بالعجلة ونعدلهم إن شاء الله. زيارة مكنت من التعرف على سير العمل في منشأة صحية هامة، للوقوف ميدانيا على أماكن ونقاط الضعف، ليساهم المركز بدوره في تقديم خدمات صحية ترفع من قدرات النظام الصحي في بلادنا وتضمن صحة وسلامة المواطنين. والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير المالية في مؤتمر صحفي عقداه مساء أمس على نتائج اجتماع مجلس الوزراء. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصدق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع قانون المالية لميزانية الدولة لعام 2021. استهل وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سيدي والسالم المؤتمر الصحفي الأسبوعي بعرض مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الصادرة عن اجتماع الحكومة الأخير، وذلك قبل أن يفسح المجال أمام وزير المالية لعرض مشروع المالية لميزانية الدولة لسنة 2021. وبين السيد محمد الأمين الذهبي أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 يسعى لتطوير البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن العدالة تحتل مكانة الصدارة فيه. تصدر العدالة الاجتماعية مشروع قانون المالية هذا للعام الثاني من العهد الرئاسي، تليها ترقية القطاعات الانتاجية تطبيقاً لمضامين برنامج تعهداتي
وتعزيزا للمكاسب التي تحققت سنة 2020 والمتمثلة في الحد من الآثار السلبية للجائحة ودفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز تدخلات البرامج الاجتماعية بهدف توفير فرص العيش الكريم ودعم القوة الشرائية للمواطن وخاصة المجموعات الأكثر هشاشة. وأوضح وزير المالية أن قانون المالية يقوم على تحقيق نمو اقتصادي متوازن يضع في الحسبان النمو المؤمل في السنة المقبلة والانكماش الاقتصادي خلال السنة المنصرمة. ووصف وزير المالية مشروع قانون المالية بالمتوازن في جانبي الإيرادات والنفقات، مؤكدا أن الحصيلة المتوقعة للإيرادات الكلية للميزانية ستنتقل من 51.7 مليار أوقية إلى 60.7 مليار أوقية 2021. وأوضح الوزير أن القانون يعزز تطبيق سياسة الجباية والاستدامة لتسريع النمو وترقية العدالة والتحفيز، مؤكدا أن ميزانية التسيير ستصل إلى 40.5 مليار أوقية، في حين ستبلغ ميزانية الاستثمار 24 مليار أوقية، منها 20 مليار ممولة على الموارد الذاتية و 4.5 مليار تمويلات أخرى. وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت هناك خطة لزيادة القدرة الاستيعابية للجامعة وأين وصل مشروع جامعة تجكجة، رد الناطق الرسمي باسم الحكومة: هذا مشروع وعدله مخطط وانقبض له مكتب وعدل الدراسات الهندسية كاملة والتقييم المالي، كان مكلف تقريبا المشروع كلف 30 مليار، واليوم في رصد البحث عن تمويل لهذه الجامعة. إذن افتتاحها العام الجاي غير وارد، لأن يعني تبدأ ما هي الدورة تفوت 5 عمار لستة الله في البناء، ولكن القدرة الاستيعابية الدورة تطور في كل مؤسسة توسع بحسب طاقات. جدد قائد الأركان العامة للجيوش الرئيس الدوري لقادة أركان مجموعة دول الخامس في الساحل الفريق محمد بامبا مكات استعداد بلادنا لتطوير علاقات الشراكة القائمة بين فرنسا ومجموعة الخامس في الساحل. جاء ذلك في خطاب نلقاه صباح اليوم عبر تقنية الفيديو بمناسبة انعقاد الدورة 10 للاجتماع الدوري لقادة أركان مجموعة الخامس في الساحل. وشارك في اللقاء كل من قائد أركان الجيش الجوي وقائد المكتب الأول قيادة الأركان العامة للجيوش وقائد كلية الدفاع لدول الخمس بالساحل. من المبنى المركزي لقيادة الأركان العامة للجيوش في نواكشوط بحث قادة أركان القوات المسلحة لدول الخمس بالساحل عبر تقنية الفيديو مستجدات الوضعية الأمنية في المنطقة وتدارسوا بشيء من التقييم والتثمين ما تحقق خلال الحقبة الأخيرة من إنجازات تدعم متلازمتي الأمن والتنمية في الدول الأعضاء. قائد الأركان العامة للجيوش الفريق محمد بامبا مكات الرئيس الدوري لقادة أركان الدول الخمس بالساحل قال في مستهل كلمته بالمناسبة إن الإطار السياسي والاستراتيجي والعملياتي الجديد الذي قرره رؤساء الدول خلال قمة بو في يناير الماضي قد أعطى دفعا حقيقيا لعلاقات التعاون التي تربط الدول الخمس في الساحل بمختلف الشركاء، خاصة بعد إنشاء ما بات يعرف بتحالف الساحل، مضيفا أنه على الجميع مواصلة السعي في تنفيذ الأهداف الكبرى للاستراتيجية التي تم تحديدها في مجالي التنمية والأمن. وقال الفريق محمد بامبا مكات مخاطبا ضيوفه في المباشر على المنصة الرقمية: علينا أن نعزز النتائج التي تحققت في مختلف محاور هذا الإطار، خصوصا في مجالات مكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات قوات الدفاع والأمن، وعلينا كذلك أن نعمل معا على دعم فرض وجود مفهوم الدولة في مناطق الأزمات. ودعا قائد الأركان العامة للجيوش إلى أن تترجم النتائج المسجلة على أرض الواقع إلى أفعال متفق عليها وإلى قرارات صارمة، مضيفا في هذا السياق أن اتساع رقعة عمليات المجموعات الإرهابية المسلحة والتطور المستمر لأنشطتها يفرض على الجميع توحيد الجهود من أجل القضاء على الإرهاب بشتى أنواعه وبصورة أشمل على التطرف العنيف. ولا شك أن هذا اللقاء يضيف الفريق محمد بامبا مكات هو الفرصة السانحة لتوجيه نداء لتعبئة كبرى من أجل الحصول على التمويل المطلوب لاستراتيجية التنمية والأمن
في مجموعة الخمس بالساحل، معبرا عن ارتياحه لما تحقق حتى الآن في إطار هذه الاستراتيجية، خاصة ما يتعلق بالظهور القوي بآلية القيادة المشتركة في النيامي وخلية الاستخبارات وبنشر العناصر الأولى من قوة تاكيبا، إضافة إلى مد قوة براخان بالعدة والعتاد ودعم القوة المشتركة بالمعدات الأمنية واللوازم العسكرية. وإضافة إلى هذا وذاك، يؤكد قائد الأركان العامة للجيوش أنه ما يزال الكثير من العمل يجب القيام به حتى تتحقق الأهداف المنشودة. في المجال الصحي، تسلمت الأمينة العامة لوزارة الصحة اليوم في نواكشوط هدية طبية لصالح مرضى المركز الوطني لأمراض القلب. وتبلغ قيمة المعدات الطبية المقدمة من طرف شركة المشروبات الموريتانية 200,000 دولار. تتكون هذه الهدية المقدمة من طرف الشركة الوطنية للمشروبات لصالح المركز الوطني لأمراض القلب من أسرة ومعدات طبية وأدوات للنظافة والوقاية وبعض التجهيزات الخاصة بالجراحة. الأمينة العامة لوزارة الصحة السيدة حليمة با أوضحت في كلمة بالمناسبة أن هذه الهدية تمثل مساهمة متميزة في دعم جهود وزارة الصحة الرامية إلى تطوير خدمات المركز الوطني لأمراض القلب، مبرزة جهود الحكومة الهادفة إلى الارتقاء بخدمات القطاع الصحي إلى مستوى تطلعات المواطنين في عموم البلاد. وشكرت الأمينة العامة القائمين على الشركة الموريتانية للمشروبات على الدعم المتواصل للمركز الوطني لأمراض القلب، مضيفة أن هذه الهدية هي الرابعة من نوعها. المدير الإداري المالي للشركة الموريتانية للمشروبات أبرز في كلمة بالمناسبة أن الشركة حريصة على تقديم الدعم للمركز الوطني لأمراض القلب، موضحا أن الهدية المذكورة تم اختيارها بالتنسيق مع لجنة طبية من المركز، وأضاف أن هذه الهدية تترجم إرادة والتزام شركته بتعزيز شراكتها وعزمها على استمرار نشاطها الاجتماعي في موريتانيا. وبذات المناسبة تناول الكلام سفير الولايات المتحدة الأمريكية والمستشار الأول باستفارة الإسبانية على التوالي مايكل دودمان وخورخي ألابينا فيجا، حيث عبر عن مستوى علاقات التعاون القائم بين بلديهما وموريتانيا. جرى الحفل بحضور عدد من أطباء واختصاصي المركز الوطني لأمراض القلب. أجرى رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين السيد محمد زين العابدين والشيخ أحمد اليوم بالدار البيضاء مباحثات مع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد شكيب العلج، واستعرض الطرفان سبل توطيد العلاقات بين القطاع الخاص بالبلدين وتعزيز فرص الاستثمار والتبادل البيني، كما تطرقا لتأثيرات جائحة كوفيد-19 على الاقتصادات الوطنية والعالمية والجهود المبذولة للتنسيق بين البلدين بين البلدان المغاربية في مجال توفير البضائع والسلع وجهود الحكومات التي أمنت تسهيل التبادل التجاري وانسيابية الإجراءات. ووجه رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين سيد محمد زين العابدين والشيخ أحمد الدعوة لرئيس اتحاد مقاولات المغرب ووفد من رجال الأعمال المغاربية للمشاركة في منتدى للاستثمار العربي العالمي المنتظر أن تحتضنه نواكشوط وسط شهر فبراير القادم. وفي هذا السياق أكد رئيس الاتحاد العام لأرباب للمقاولات المغربي عزمه القيام على رأس وفد هام من رجال الأعمال المغاربة بزيارة لموريتانيا قبل نهاية السنة لتعزيز التبادل واكتشاف فرص الاستثمار الواعدة. واتفق الطرفان على عقد مؤتمر في القريب العاجل لمناقشة المشاكل المطروحة وتبادل الأفكار حول آليات التطوير والتخفيف من الأثار السلبية للجائحة على القطاع الخاص بالبلدين. جرى اللقاء بحضور سعادة السيد محمد والحناني سفير بلادنا بالرباط. خلدت وزارة التهريب الوطني والتكوين التقني والإصلاح بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف اليوم بمدرسة أبو هريرة في مقاطعة دار النعيم اليوم العالمي لغسل الأيدي. وتسعى الوزارة من خلال هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار الأيادي النظيفة للجميع تسعى إلى توعية والتحسيس بأهمية النظافة بشكل عام وفي الوسط المدرسي بوجه خاص. مدرسة أبو هريرة بمقاطعة دار النعيم بولاية نواكشوط الشمالية تحتضن فعاليات تخليد اليوم العالمي لغسل الأيدي تحت شعار الأيادي النظيفة للجميع.
قطاع التهذيب الوطني والتكوين الفني والإصلاح بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة سيرفو العاملة في مجال الصرف الصحي والنظافة، يؤكد أن تنظيم هذه التظاهرة يأتي في إطار الرفع من مستوى الوعي الصحي في الوسط المدرسي. تعمل وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح تجسيداً للجهود المبذولة من طرف الحكومة على الرفع من مستوى الوعي الصحي في الوسط المدرسي من خلال تنفيذ سياسة الصحة المدرسية المقترحة من طرف قطاعنا، وذلك على كافة المستويات المركزية والجهوية والمحلية، وكذا تقديم العروض والدروس النموذجية في مجال الوقاية من بعض الأمراض المنتشرة في الوسط المدرسي، إضافة إلى الاهتمام بالنظافة بشكل عام. باسم بلدية دار النعيم، رحب السيد مننول أحمد سالم باحتضان البلدية لهذا الحفل الذي يؤكد حرص السلطات على ضرورة التحلي بالسلوك المدني الواعي. من جانبهم، أشاد ممثل رابطة آباء التلاميذ والطلاب والطاقم التربوي بمدرسة أبي هريرة وممثل وزارة الصحة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مداخلاتهم بأهمية غسل الأيدي نظراً لما لهذه العادة من أثر إيجابي على الصحة العامة. وتابع الحضور سكتشاً قدمه تلاميذ المدرسة حث على ضرورة غسل الأيدي والتقيد بالإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية. وعلى هامش هذه التظاهرة تفقد الحضور الرسمي لوحات ومنشورات تحسيسية أعدتها المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال النظافة والصرف الصحي. وقد اختتمت هذه التظاهرة بتدشين مراحيض وملحقاتها منفذة من طرف منظمة الصرف غير الحكومية، التي استعرض رئيسها السيد حبيب السيد علي أهم الإنجازات التي قيم بها في هذا المجال والتي شملت حتى الآن معظم مدارس العاصمة. نشكر زميلة اسماء عثمان التي رافقتنا في لغة الإشارة ما مضى من هذه النشرة، ونستكمل معكم النشرة حيث أعلنت وزارة الصحة في الإعلان الصحفي اليومي تسجيل 5 إصابات جديدة بكوفيد-19 و12 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة أن مصالح صحية توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 335 فحصا من بينها 12 فحصا للمتابعة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة في بلادنا حتى الآن 7585 إصابة، شفي منها 7326 حالة. إلى شمال البلاد، حيث تم اليوم في ضواحي مدينة أطار حرق وإتلاف كميات من المواد الغذائية والأدوية وأدوات التشميل منتهية الصلاحية تقدر بطنين ونصف. أشرف على العملية والي أدرار السيد حداد مبالي يترى رفقة السلطات الجهوية، وكانت هذه الكميات قد تمت مركزتها لدى مندوبية التجارة والصناعة والسياحة على مستوى ولاية أدرار في ختام حملة نظمت خلال شهر سبتمبر الماضي. وأفاد المندوب الجهوي للقطاع السيد سيدي هيبة والعبد الرحمن أن بعض التجار قاموا بجمع المواد المتلفة وتولوا توصيلها بشكل طوعي، منوها بضرورة تعاون الجميع من خلال إبلاغ الجهات المعنية عند اكتشاف وجود أي مواد انتهت صلاحيتها، مؤكدا أن حماية المواطنين من ضرر هذه المواد يمثل أولوية للسلطات، ولذلك تنظم حملات دورية لرقابة السوق في هذا الصدد. وفي نفس السياق بديدي، تم اليوم في مدينة كيفا حرق 10 أطنان من المواد المنتهية الصلاحية غالبيتها من الأدوية والمواد الغذائية من طرف المندوبيات الجهوية للتجارة والصناعة والسياحة. هذا وقد شهدت عملية حرق المواد حضور حاكم مقاطعة كيفا والسلطات الأمنية، إضافة إلى ممثل من وزارة الصحة وحماية المستهلك وممثلين عن التجار. شهد هذا المكب في غرب مدينة كيفا عملية حرق قامت بها المندوبية الجهوية للتجارة والصناعة والسياحة لعشرة أطنان من المواد المنتهية الصلاحية غالبيتها من الأدوية والمواد الغذائية التي قد تمت مصادرتها بعد حملة نفذتها المندوبية شملت الصيدليات والمحلات التجارية حماية للمواطنين من هذه المواد القاتلة. اليوم اجتمعنا لهنا نحرقوا نتلفوا عدة مواد صادرت هذه المندوبية شهر سبتمبر وأكتوبر الجاري، وهذا كانت الكمية عبارة عن 10 أطنان من مختلف المواد الصيدلانية والمواد الغذائية، وأكثرها مواد صيدلانية باللي كانت فم حملة مقيوم بها على الصيدلة.
وهذا هو اللي قدينا انتم به اليوم للعملية، وراجين إن شاء الله علينا نتابعوا العملية على المستقبل، وعلينا المواطنين كاملين والتجار بصفة عامة يعاودوا المسؤولية خطورتها على 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 الصحة العمومية، وعلينهم يبعدوها وإن نتحموا كاملين على تطهير أسواقنا وصيدلياتنا من المواد المنتهية الصلاحية والفتاكة واللي ما يتقابل الاستهلاك البشري والحيواني، واللي اليوم ما تينا في صدد إن نؤدوا قابلينها تعود معروضة ولا مستوردة ولا تباع في محلاتنا التجارية. إحدى الفاعلات في المجتمع المدني حضرت لميدان حرق المواد مطالبة المواطنين بأخذ الحذر والانتباه لتواريخ الصلاحية من أجل سلامتهم. شاكرين هذه المندوبية اللي عودتنا جزاها الله خيرا، على شاكرين الحاكم المقاطعة والسلطات الإدارية جميعا والأمنية على إشرافهم على هذه العملية وعلى هذا اللي قاموا به جزاهم الله تعالى خيرا. ومهون نقولوا للمواطنين على أنهم يالتهم يتموا يلتزموا الحذر، مطالبين اللي من الصيدلاني ومن التجار على أنهم يتموا يحافظوا على هذه المواد، هذه المواد ما يالا يتموا ينباع. حفاظاً على حياة المستهلكين تستمر الجهات المعنية في مراقبة السوق بشكل دقيق حتى تتم مصادرة كل المواد المنتهية الصلاحية وتطهير المحلات منها. شهدت بلدية تكتاكا بولاية سيدي بابي انطلاق الحملة الوطنية للوقاية من الحرائق بالمنطقة. وتم بهذه المناسبة عقد اجتماع تحسيسي حول خطورة الحرائق على الثروة الطبيعية وصحة الإنسان والمواشي، وناقش المجتمعون إنجاع سبل للوقاية من حرائق الغابات. انطلاقة الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات على مستوى ولاية سيلبابي تواصل السلطات الإدارية فيها بالتنسيق مع الجهات الصحية والبيئية العمل التحسيسي. فهنا في بلدية تكتاكا جاء هذا الاجتماع الذي ترأسه والي الولاية للتوعية بخطورة هذه الحرائق على الغطاء النباتي وبالتالي على الإنسان والحيوان. تعرفوا على أن الحمد لله السنة كانت سنة مميزة تبارك الله من ناحية التساقطات المطرية، وإحنا للتو خارجين من السنة الماضية اللي تعرفوا كان عندنا هون ذاك البرنامج الرعوي الخاص اللي هو اللي ساعد المنمين في إنقاذ ثروتهم الحيوانية السنة الماضية. الحمد لله السنة حب الله الولاية بالتساقطات المطرية اللي نجمع عنها الحمد لله غطاء كثيف من المراعي. هالغطاء الكثيف يا الله كاملين احنا وانتم تحموا عليه فياك نأمنوه من الحرائق. اذا احنا بدأنا من يامس على مستوى مقاطعة غابو اطلقنا هذا اللي قال لهم الخطوط الواقية من الحرائق، جاءوا آليات مشيتها سنات وبالتالي بدأنا عمليا بدأوا شق ذوك الطرق، والله زاد استصلاح ذيك الطرق اللي كانت خارقة. يكونهم السنة جاءوا بالعجلة الحمد لله وجاءوا ملي لا يعودوا بتقنية أحسن به اللي لا يعودوا أعراض الطريق السنة اللي لا يعدلوا ذاك يدور يعود الحريقة إلى فات لا قدر الله اللي ينفوت جات عود ما تاد قد تشتاز ذيك الخطوط. منتخبو الولاية أبدوا ارتياحا من الجهود المبذولة من قبل الحكومة لمكافحة حرائق الغابات وتسخير كافة الإمكانيات لذلك. هاي حملة تحسيس ناس فاصلة فيها، وإحنا كعمد وكرؤساء روابط البيئة بدنا بدأنا بالتحسيس إن شاء الله لين يستمروا فيه. مندوب وزارة البيئة في كلمة له حث على أهمية العمل المشترك لصون المقدرات الرعوية والزراعية للبلاد. مطلوب على الناس كاملة كلها ذي اللي يمشي من عنده من الناس وذي اللي يلحق تأثيره هم محيطه يالته يواعي فيه الناس. حملات التوعية هاي السنة تمتاز بعلن الدولة قررت علنها لا يتعدلها على شكل قوافل للتحسيس. خالق قافلة لا يتعود على المستوى الجهوي يقودها والي الولاية بعضوية رئيس المجلس الجهوي، خالقين قوافل لا يمشوا من المقاطعات يعودوا برئاسة الحكام، وخالقين قوافل محليات لا نعتمدوا احنا في تعدالهم على الارتباط اللي بيننا احنا وروابط تسيير المصادر الطبيعية اللي هم ليزاجيلسي. مع قرب انتهاء موسم الخريفي تبدأ خطورة حرائق الغابات بالتزايد، غير أن حملات التحسيس وتوعية السكان بخطورتها تقلل من الخسائر وتحافظ على الثروة الطبيعية. الآن ننتقل إلى شبكة مراسلنا في الداخل، حيث ينضم إلينا من مدينة كيفا متالي والصادق وعبد الله واليسلم من النعمة ومحمد ذو البلال. نبدأ معك متالي.
متالي مساء الخير. اهلا لالا. متالي كيف كانت انطلاقه الحمله الوطنيه للوقايه من الحرائق في بلديه تكتاكا، وايضا ما حجم المراعي في هذه البلديه؟ لالا، لكن قبل ان اجيبك على هذا السؤال دعيني أحدثك عن خبر وردنا منذ قليل، وهو عن انطلاق هنا على مستوى ولاية العصابة انطلاق الحملة الجهوية لتعقيم الأسواق، أسواق اللحوم وتعقيم حظائر الوادي المتصدع. هذه الحملة التي انطلقت قبل قليل ستستهدف هذه الأماكن من أجل القضاء على البعوض الذي يعتبر هو من أهم وسائل نقل هذا المرض بين الحيوان والإنسان. وفي هذا الصدد وردنا خبر أيضا الآن أكدته الجهات الصحية والسلطات الإدارية هنا، وهو تسجيل 4 إصابات جديدة بحمى الوادي المتصدع هنا على مستوى المستشفى الجهوي بمدينة كيفا. 3 من هذه الحالات مؤكدة إصابتها بحمى الوادي المتصدع، والحالة الرابعة تم إرسال فحوصاتها إلى العاصمة نواكشوط للتأكد، رغم أنه هناك تأكيد إلى حد كبير أنها مصابة بهذه الحمى. وبهذا يكون عدد الإصابات بلغ 9 حالات بحمى الوادي المتصدع منذ ظهور هذه الحمى على مستوى ولاية العصابة منتصف الشهر الماضي. حالة تم شفاؤها، و3 حالات توفيت للأسف، والحالات الباقية موجودة الآن على مستوى المستشفى. هنا أؤكد أيضا أن الحالات المتبقية حالة واحدة منها هنا من مدينة كيفا، أما الحالات الأخرى فهي قادمة من خارج الولاية، من ولاية تقانت وولاية الحوض الغربي والحوض الشرقي. هذا بالنسبة لآخر ما وردنا قبل قليل. بالرجوع إلى سؤالك لالا، بالنسبة للحملة حملة الوقاية من الحرائق على مستوى مدينة أو على مستوى ولاية قديماغا، هذه الحملة تعتبر من أكبر حملات الموجودة على عموم التراب الوطني نتيجة لحجم المراعي الكبير الموجود في هذه الولاية. هناك وهو على شقين، شق الأول وهو استصلاح أو إعادة تأهيل الطرق التي كانت موجودة أصلا، الطرق الواقية من الحرائق، وهناك أيضا حسب الاستراتيجية الوطنية الجديدة شق طرق جديدة لتأمين مراعي أخرى، نتيجة لأن هناك مراعي بدأت تظهر كانت في السنوات الماضية لا تحمل ذلك الكم الكبير من العشب نتيجة للتهطلات المطرية. هذه السنة التهطلات المطرية والموسم الخريف كان جيد، وبالتالي اضطرت الحملة إلى شق طرق جديدة حتى تضمن عدم أو الوقاية من هذه الحرائق. وبالنسبة للشق الثاني من سؤالك، تعتبر ولاية سيليبابي أو عفوا ولاية قديماغا من أكبر الولايات من حيث حجم المراعي، وبالتالي يقال انها او يقول سكانها انها هي الخزان الرعوي الاكبر الموجود على مستوى البلاد. اشكرك جزيل الشكر متالي الصادق. وفي اطار الحمله الوطنيه لمكافحه الحرائق، تم اليوم بمباني مقاطعه النعمه بولايه الحوض الشرقي عقد اجتماع حول خطر الحرائق الريفيه والسبل مكافحتها والوقايه منها. وقد ترأس الاجتماع حاكم المقاطعة بحضور عمد البلديات والمقاطعات وممثلين عن المجتمع المدني. اتخاذ إجراءات وقائية ميدانية ضد الحرائق الريفية سعيا للحفاظ على المراعي من خطر الحرائق المدمرة للغطاء النباتي، سياسة اتبعتها الدولة ورصدت لها الإمكانيات اللازمة من أجل تأمين المخزونات الرعوية. جهود ميدانية تواكبها جهود تحسيسية على مستوى مقاطعة النعمة، حيث عقد حاكم المقاطعة اجتماعا بعمد البلديات 10 التابعة للمقاطعة بالإضافة إلى مكونة المجتمع المدني، وذلك تمهيدا لانطلاق حملة تحسيسية كبرى ضد الحرائق الريفية. كل قرية إن شاء الله عدوا فيها لجان ونقوموا بعملية تحسيسية شاملة داخل البلدية جميع أطرافها إن شاء الله للمحافظه على 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 المرعى اللي طانا مولانا ذي الخريف. يا الله مد ما زال عندها الوقت تكبر الاحتياطات اللازمه اللي تقد تشوف تطبق هذا التعميم اللي هو اللي ان شاء الله يعود هو التحدي اللي يوخرنا من قضيه الحرائق اللي مهدتنا. بلديه مونس بلديه شاسعه كبيره
ومحتاجة لياسر من التعاون مع الأهالي كاملين ومع القرى، ومين ما يخلق التعاون ما يقدر يغطيها قرية ولا اثنتين ولا ثلاثة. وكمجتمع مدني عندنا دور بارز، هو شنو؟ هو التحسيس حول خطورة هذه الحرائق. التحسيس الصعب على نوعين، التحسيس على مستوى هذا وسائل الإعلام عندها دور مهم التحسيس، والتحسيس المدني هذا ميداني على مستوى البلديات وعلى مستوى القرى. من خلال ثنائية العمل الميداني والعمل التوعوي والتحسيسي تسعى الدولة إلى حماية المراعي والمحافظة على المخزون الرعوي بعد موسم خريفي ممتاز شهد غزارة في التساقطات المطرية وكثافة في الغطاء النباتي. عبد الله الصوفي، مدينة النعمة، قناة الموريتانية. ودائما في مقاطعة النعمة، حيث يشهد مركز استقبال المواطنين بالمدينة ازدحاما من طرف الراغبين في تسوية وضعية أوراقهم المدنية. ولا يرجع عمال المركز سبب هذا الازدحام إلى الانقطاعات المتكررة التي تشهدها الكهرباء والإنترنت على مستوى المدينة. الصورة القادمة من مركز استقبال المواطنين بمدينة النعمة تحكي وجود حراك دؤوب وازدحام يشهده المركز هذه الأيام، ازدحام يدفع للتساؤل عن السبب. هون الخدمات على مستوى المركز كحضور العمال، كمثلي شخصيا كرئيس مركز والعمال، التجهيزات من طرف الإدارة جاهزة الحمد لله، ما عندنا نقص. الوثائق والوسائل التي نستخدم موجودة كلها، ما فيها ولا نقص. هناك قطاعين خارجين عن نحن نتعامل معهم، هي شركة الاتصالات موريتل المزود للشبكة المحلية التي من خلالها نستطيع الولوج إلى المحطة المركزية بنواكشوط، ثم الشركة الوطنية للكهرباء التي تعرفون تلاحظ هذه الكثافة السكانية اللي رأيت اليوم في المركز نتيجة لماذا؟ نتيجة لانقطاع التيار الكهرباء يوم الاثنين يوم الثلاثاء. هذه المشاكل هي اللي دائما في أغلب الأحيان عن نشوف. بعض المواطنين بدأ مدركا لهذه المبررات، وإن كان البعض الآخر يطالب بتدخل عاجل لحل هذه المشكلة، مطالبين بفتح مراكز استقبال في عواصم البلديات تخفيفا للضغط على مركز النعمة. جيت هون اليوم لهنا نعدل بطاقة تعرير بعض الأطفال هون معايا، وملاحظ مشكلة مانعة هنا تعاني منها. شفنا الطاقم طالع كامل، مدير طالع والعمال طالعين، ويقر طرح لهم ريزو مثلا الإنترنت، طرح لهم مشكلة ريزو هو أهم أمتن مشكلة على ظهور الكهرباء. شركة الاتصالات موريتل أكدت وجود خلل فني تعددت أسبابه، ولعل من بين تلك الأسباب الانقطاع المتكرر للكهرباء اللي واقع حالا في الحالة المدنية. والله الوثائق المؤمنة على الأصح مثلا خلل بسيط وعادي جدا، وخلل لوكال يعني محلي، بحيث أن نحن عندنا رجوات ما يسمى بالبالر بين المركز ومركز الحالة المدنية، وهذا زمن الريح وزمن العمايات، ويتعرضوا لياسر من الظروف البيئية، منهم السحاب تخسرهم ومنهم الريح تخسرهم، وهذا كامل احنا ان شاء الله عندنا فريق على مستوى الولايات سنتين دائما يتدخل في الموضوع. تؤكد شركة الموريتانية للكهرباء أن الحديث فيه قديم متجددة، وعدم التغلب حتى الآن على الأعطاب في المولد الرئيسي والمولد الاحتياطي. عندنا هون دوز إكيب، إن إكيب ميكانيك إن إكيب إلكتريك، بور سو كي تي بور سو كي بي دي بروبليم بور يسوو مشكلة كيف اللي شفتو. دونك واحدين فيه، مازلنا هون واحدين فيه. وفي انتظار إصلاح الأعطاب المتعلقة بشركتي الكهرباء والإنترنت، لا يملك عمال المركز ورواده من المواطنين على حد سواء سوى التسليم وانتظار عودة تلك الخدمات. عبد الله يسلم، الموريتانية، مدينة النعمة. ويبقى معنا من مدينة النعمة مراسلنا عبد الله وليسلم. عبد الله، طبعا بعد مساء الخير، دعني أسأل، ما مدى تأثير انقطاع الكهرباء والإنترنت على سيابية العمل داخل مركز الوثائق المؤمنة؟ وهل هناك مشاكل أخرى بالإضافة إلى هذا الانقطاع تحول دون تسهيل عملية الحصول على الوثائق المؤمنة، زيادة على ما ورد في التقرير الذي أعددت قبل قليل؟ تحية طيبة لك محمد.
الجديد في هذه القضية دائما هو تواصل انقطاع الكهرباء على مستوى مدينة النعمة، وبالتالي تواصل عدم تمكن المواطنين لحد الآن من أخذ أوراقهم أو استلام أوراقهم نظرا لتلك الظروف انقطاع الكهرباء وانقطاع الإنترنت، حيث ترتبط الأمر يرتبط بانقطاع الكهرباء. الكهرباء حتى لحد الآن لم يتمكن الفنيون من التغلب على الأعطاب في المولد الرئيسي وفي المولد الاحتياطي. المواطنون هنا يتحدثون عن أمر مهم جدا، وهو هؤلاء المواطنين يقدمون إلى مدينة النعمة من أماكن بعيدة، انتظارهم ليوم أو يومين هنا دون أن يكون لهم أهل في هذه المدينة يدفعهم للضجر ويدفعهم للحديث بعدم العودة لأخذ هذه الأوراق، حتى ولو كلفهم ذلك أن يبقوا طول الدهر بدون أوراق. هذا في الجانب الذي يتحدث عن هذه الوثائق. هناك أمر آخر محمد أود الحديث عنه، وهو ربما يكون خارجا عن إطار الوثائق المؤمنة وإطار الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تشهدها المدينة هذه الأيام وما تزال متواصلة، حيث الفنيون يستخدمون في مدينة النعمة بشكل كامل يستخدمون مولدا واحدا، وبالتالي يعطون لهذا الحي ساعات ولهذا الحي ساعات ولهذا الحي ساعات، وبالتالي لا يمكن أن يستمر هذا الحال بهذه الطريقة. المواطنون خصوصا أصحاب المحلات التجارية يشكون من تلف بضاعتهم التي تتعلق بالمثلجات، انقطاع الكهرباء يمنع من ذلك. هناك نقطة أخرى خارجة عن هذا الإطار، وهي أن هناك حريق شب بين مقاطعة بسكن وفصالة في المزارع، خصوصا ونحن نتحدث عن حامل التوعية وتحسيس من طرف الجهات المعنية. هذه الحملة موجهة لهؤلاء المواطنين أن الحذر الحذر من إشعال النار. اليوم تم تسجيل حريق كما قلت بين باسكن وفصالة أتى على حوالي 11 كيلومتر طولا و4 كيلومترات عرضا من الأعشاب من العشب عفوا الذي من هذا الخزان الكبير. هذا لا يمكن أن يستمر الحال بهذه الحالة. المواطنون يجب أن ينتبهوا، لأن إذا كان هذا العام عام خير وعام بركة فمن الأفضل أن يحافظ المنمون ويحافظ المواطنون على هذه الميزة حتى يتمكنوا من مساعدة حيواناتهم في الأشهر القادمة. عبد الله يسلم مراسلنا في مدينة النعمة، كنت معنا من النعمة، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الكرام نواصل هذه النشرة لكن معك لالا. شكرا بديدي. بدأ موسم الزراعة تحت النخيل في ولاية أدرار بزراعة أصناف مختلفة من الخضروات التي يتم إنتاج كميات معتبرة منها في هذه الولاية من طرف المزارعين. ويشكو المزارعون من عدم جودة البذور ونقص المياه، إضافة إلى مشاكل أخرى تتعلق بالتسويق ومنافسة المنتوج الخارجي. فريق من مكتبنا الشهوي بأطار سار مزارع الطواس وعد التقرير التالي. بدايات موسم زراعة الخضروات بواحات الطواز، حيث يعمل المزارعون على تشذيب النخيل وإزالة السعف الجاف وتهيئة التربة وسقايتها بعد تقسيمها إلى أحواض ووضع البذور فيها إذانا ببداية موسم زراعي جديد تعد هذه أولى مراحله. نبدأ بدق التراب ونبدأ بنتام وفصله ونسقط النخل ونبدأ بنتلاو ونشقرجو ولين نفوت نشقرش ونطل صول مكيط يصنع هذا هذاك قريب من 15 يوم احنا ساقين والحمد لله عاد فيه البذور اللي ينقال الكاروت. وشوف الربيع هي بتراف عندنا احنا المرحله الاولى عند هذه وتم مرحلتين تعود من شهرين ينقلع عنها هذا تسقع على هذا اللي قالوا عليه في الحيوانات نقول احنا العرصة هي مولي حملتها الثانيه ولين تعطي شهرين و18 يوم تجيها الاسمده ولين نعطوه ست اشهر يبدا الانتاج يحصل. أصناف مختلفة من الخضروات تتم زراعتها تحت هذه الواحات وتجنى منها محاصيل معتبرة تغطي حاجة السوق ويتم تصدير فائضها إلى أسواق الولايات الأخرى، رغم ما يشكوه المزارعون من مشاكل تحد من جودة الإنتاج ومردوديته. تأتي الآفات ونقص المياه والبذور في مقدمتها. عندنا عوائق الماء هون يتوفر لا بزمن الأمطار ومضيعنا هذا اللي ينقال كاروت العود الساعة اللي تخلي شهرها ربعة
واحنا مزارعين ملاحظين بساعة خلصها أربعة يوفر الكاروت نحن نعود فيه شيء قالوا العود ولا تجد يطيب. من خلال هذه العيون التي يتم جلب الماء منها بواسطة مضخات تعمل في الغالب بالطاقة الشمسية، يتم ري المزارع حيث يتدفق الماء عبر الجداول بانسيابية تامة لسقاية النخيل والخضروات، ويأمل المزارعون أن يكون هذا الموسم أحسن محصولا من المواسم الماضية. هكذا شمر مزارع بلدية الطواز عن سواعد الجد وبدأوا زراعة أصناف متنوعة من الخضروات في التي تسود السوق المحلية بكميات معتبرة من الخضروات، والآمال تحدوهم في أن تكون محاصيل هذا العام أكثر وأجود من سابقيه، وهو ما يتطلب مواكبة ودعما وتأطيرا من الجهات المختصة. للموريتانية أحمد معلوم محمد، الطواز. ولمعرفة المزيد عن الموسم الزراعي في ولاية أدران نستضيف لكم السيد مولاي أحمد والسيدي والمولاي الزين، وهو رئيس مصلحة تنمية الشعب والإرشاد الزراعي بالمندوبية الجهوية للتنمية الريفية بأدران. مرحبا بكم ضيفنا الكريم. السيد المندوب السيد رئيس مصلحة تنمية شعب، دعني أسأل كيف كانت انطلاقة الموسم الزراعي لهذا العام على مستوى ولاية أدران؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الانطلاقة جيدة، لا تتخللها ظروف غير عادية. بالنسبة للحملة المطرية بالنسبة لوزارة التنمية الريفية ممثلة في المندوبية وفرت 22 طن من بذور تقليدية تتشكل من أربعة أصناف تقاليد وبشنو ومكة وأدلقان، وتم توزيعها على بلديات الولاية 11. وما بالنسبة لحملة زراعة الخضروات، البذور المحسنة الوزارة توفر أشكال من بذور المحسنة والآلات الزراعية بالإضافة للتأطير والمبيدات والأسمدة. عادة الحملة الزراعية تبدأ في نهاية شهر أكتوبر. في بعض من المزارعين يستغل ذي الظرفية في أنه يزرع بعض البذور غير المحسنة اللي يقتنيها من السوق، وهو هذا النوع وأساسا من الكاروت اللي يعقب في النهاية يتحول العود كيف ما قال بعض المزارعين، ولا هو من البذور المحسنة اللي تعطي الوزارة تعطي الأشكال الجيدة. هاي الأشكال الغير المحسنة اللي تقتنى من السوق هون يختارها المزارع لعوامل واحدة، على انه انها توجد في السوق بسرعة واستغلالها المع قليل وقابلة للتخزين فترة اطول ووزنها اكبر، لكنها في النهاية قيمتها الغذائية ما قيمتها الغذائية قليلة جدا ولا فاتت. والبذور المحسنة اللي عند الوزارة ما فاتت، تم توزيعتها على المزارعين لكنها موجودة تنتظر الفترة المناسبة. السيد مولاي أحمد، دعني أسأل السيد مولاي أحمد بالنسبة السيد مولاي أحمد دعني أسأل هل هناك إجراءات للتغلب على المشاكل المطروحة للمزارعين، خاصة ما يتعلق بالبذور ونقص المياه؟ من الملاحظ أن المزارعين طرحوا إشكالية نقص المياه بشكل كبير. نقص المياه تتحكم فيه الأمطار، وهناك حلول تستخدمها الوزارة المندوبية هون، وهي حلول مؤقتة عبارة عن توفير بعض الآبار الارتوازية عن طريق مشروع الواحات وتجهيزها كحلول مؤقتة. والحل اللي نهائي واللي دائما يساهم في نجاح الحملة الزراعية هو نسبة تهاطل الأمطار في ذي الفترة. ذي السنة
منسوب الأمطار مازال أقل من المطلوب، مازال أقل من المطلوب، ولكن في بعض المناطق الإنتاج في منطقة الطواز استفادت من التهطلات الأخيرة من نسبة قد تسمح لها بأنها تكون الحملة الزراعية فيها جيدة. المهم نختار من خلال هذا المنطلق نوجه مزارعين أدرار لاستغلال، لأن المثل يقول إعلان لا حياة للشعب يأكل من وراء حدودي، وفي ظل ذي الأزمات وذي الظروف معناها أن المزارع أدرار يا الله يتجه للزراعة، الزراعة المطرية وزراعة الخضروات على الأقل للاكتفاء الذاتي من هذه المواد، لأن ما منطقي نظل نستورد موادنا الغذائية. إذن مواطن أدرار أصلا معروف بقهره للطبيعة ومواجهته لها، وبالتالي قوته وإرادته اللي موجودة عنده يا الله يوفرها في ذي الظروف لاستغلال هذه الظروف الصعبة والتكيف معها من أجل إنجاح ذي الحملة اللي إحنا إن شاء الله بأبوابها. بالنسبة للوزارة والقطاع موفر لها كل وسائل النجاح. وكل الشكر لكم سيد ملاي أحمد والسيدي والملاي زين، رئيس مصلحة تنمية الشعب والإرشاد الزراعي بالمندوبية الجهوية للتنمية الريفية بأدرار، ونتمنى لكم التوفيق. في مقاطعة كيهادي بولاية غرغل تتواصل أعمال الورشة التكوينية حول التقنيات الملائمة لزراعة الأرز وتكييفها مع التغيرات المناخية. وقد دخل المشاركون في هذه الورشة مرحلة التطبيق الميداني انطلاقا من محمية السلة بضواحي كيهيدي. من مزرعة السلة النموذجية بدأ الجانب التطبيقي من الورشة التكوينية حول تقنيات زراعة الأرز وملائمتها مع ظروف التغيرات المناخية. 21 مرشدا زراعيا يستفيدون من هذه الدورة التكوينية المنظمة في إطار اتفاق تعاون بين الشركة الوطنية للتنمية الريفية سونادير ومركز البحث الزراعي والتنمية الزراعية في كيهيدي. هذه الدورة تتجسد في تكوين 21 مرشدا زراعيا من ولايات غرغل وترالزو والبراكنة وديقيدماغا بالإضافة إلى ولاية تيغانت. وهذه الدورة ستدوم 6 أيام، فيها شق نظري وشق تكويني هنا في محطة سلة، وفيها فيها فيها جانب تطبيقي كل صباح من نصف يوم كل يوم هون في الميدان، يتكون عليه المرشدين الزراعيين لجميع التقنيات المتعلقة بالأرز والزراعة في المناطق المروية. العروض التطبيقية تناولت مختلف جوانب التكيف مع المناخ وتأثيراته على مسار زراعة الأرز والإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل حماية المنتوج من عوامل التغيرات المناخية الطارئة. احنا اليوم في المحطة التجريبية سلة للمركز الوطني للبحوث الزراعية والتنمية الزراعية، عندنا دورة تكوينية مدة 6 أيام حول تقنيات زراعية لزراعة الأرز، وتبارك الله كانت دورة تكوينية في الفاتنها ما شاء الله دورة تكوين زين، كانوا مؤطرين تبارك الله للمستوى. جينا هنا في كيهيدي اليوم لمشاركة في الدورة التكوينية، استفاد فيه 21 مرشدا زراعيا، الحمد لله الدورة على ما يرام، ورأينا فيه كثير من المعلومات التي يمكن أن نستفيد فيه ويمكن أن ندعم في المستقبل المزارعين. وتمثل هذه الدورة التكوينية بداية سلسلة دورات مماثلة سيتم القيام بها ضمن الجهود المبذولة لتحسين خبرات الفنيين العاملين في مجال البحث والإرشاد الزراعي. محمد بلال، قناة الموريتانية، مزرعة سيلا بضواحي مدينة كيهيدي. ونعود إلى شبكة مراسلنا ليبقى معنا من مدينة كيهيدي مراسلنا محمد بلال. مساء الخير. مساء النور محمد. ما هي التقنيات الجديدة التي سيكتسبها المزارعون من هذه الورشة التي تحدثتم عنها قبل قليل في التقرير؟
شكرا لك زميلتي لالا، حياك الله، وحيا كذلك الزميل محمد ومشاهدي قناة الموريتانية. فعلا هذه الدورة التكوينية التي يعني بدأت اليوم على مستوى هذه الولاية، ولاية غرغل، وستشمل أيضا ولاية البراكنة وترارزا. دعيني نقول أنها بدأت بتأطير وتكوين المزارعين والمهتمين بمجال الزراعة، لأن هذه المنطقة من المعلوم ومن المعروف أنها منطقة زراعية بامتياز، ولذلك كان التكوين والتطبيق الذي جرى اليوم في مزرعة سيلا هنا في ضواحي مدينة كيهيدي كان مناسبة للمزارعين وكذلك للمشاركين في هذه الدورة التكوينية للوقوف على الآليات وكذلك العراقيل التي يمكن أن تكون عائقا أمام المنتوج الزراعي في هذا الموسم الذي شهد تهطل كميات كبيرة من الأمطار. هذه المؤثرات التي من الممكن أن تؤثر على المنتوج الزراعي خاصة فيما يتعلق بمادة الأرز، والتي شهدت اليوم تطبيقا مكثفا في هذا المجال من أجل مواجهة كل العراقيل التي يمكن أن تكون عائقا أمام المنتوج الذي يعول عليه كثيرا في هذه المنطقة. أشكرك جزيل الشكر محمد بلال، مراسل الموريتانية من كيهيدي. ومن غرغل لالا إلى عاصمتنا الاقتصادية، حيث يتوفر ميناء وديب المستقل على أرصفة مشهسة بالمعدات الضرورية، وهو ما جعله قادرا على استقبال البواخر التي تخضع لعمليات الصيانة والتفريغ والتموين. يعرف محيط الميناء حراكا لا يتوقف بالرغم من سريان مقرر الراحة البيولوجية لشهري أكتوبر ونوفمبر. طبيعة العمل في هذا الرصيف البحري بميناء وديب المستقل الذي يعنى باستقبال البواخر التي تحمل المنتوج السمكي قبل تصدير الأسواق لا تتوقف حتى في زمن الراحة البيولوجية. حركة نشطة للسفن داخل محيط الميناء، حيث تخضع السفن لعمليات الصيانة، وأخرى للتزود بمعدات الصيد، وثالثة للتفريغ كما هو حال هذه السفينة. ميناء وديب المستقل تبارك الله نشطة دائمة متكرمة إن شاء الله تبارك الله، إذا إنه ما شاء الله لا حكم نقول عنه ما يوقع به الأنشطة دائما فيه، فتبارك الله دائما إلى عاد البحر مفتوح الكبار بيشو البحر مقفول عندهم ولي الأنشطة هو الزاد اللي تخص به. هذا من الوالد المستقل، الحمد لله رقم هذا التوقيف، الحمد لله البيولوجي رقم، الحمد لله هاي المرض يعطينا خير وسلامته إن شاء الله، هو الحمد لله بعبوه الحمد لله ما زال الحمد لله في الحركة الحمد لله يوميا كاينة ان شاء الله السفن، واحدين يجيبوا ان شاء الله يحطوا، واحدين ما شاء الله هما يجيبوا الماتيريال ويمشوا، رغم ان الشغل الحمد لله خالق الحمد لله، والحركه الحمد لله لله الحمد احسن احسن ان شاء الله. ميناء وديب المستقل ونظرا لموقعه الجغرافي المتميز جعل منه منشاه مينائيه من اهم ادوات التنميه الاقتصاديه وتسيير حركه السفن البحريه والتجاريه بالمنطقه بالرغم من جائحه كورونا والتوقيف البيولوجي. ميناء اول ميناء تجاري ذات قيمه استراتيجيه بالنسبه لحركه السفن. قمنا السنة الماضية بتنظيم حركة 1471 سفن صيد وكذلك 140 سفينة تجارية. هذا الشيء سمح لنا بحركة 53700 حاوية عبر الميناء، أي وكذلك تنظيم حركة 1,700,000 طن عبر هذا الميناء. نظرا للظروف الصحية الحالية أيضا قمنا بجميع الإجراءات التي تمكن لنقطة كميناء وديب الذي عليه ضغط كبير من ناحية الزبناء ومن ناحية تفريغ السفن، لأنه يعتبر ملتقى ما بين المفرغين والسفن، نقوم بتسيير هذه الأمور حسب النظم الصحية التي مطلوبة عندنا. وبذلك يحتل ميناء وديب المستقل موقعا متميزا باعتباره من أهم أدوات دمج قطاع الصيد البحري في نسيج الاقتصاد الوطني، حيث بلغت الصادرات البحرية لسنة المنصرمة 1,700,000 طن، كما استقبل ما يزيد على 1,400 سفينة صيد. وهنا في نواكشوط نظمت رابطة الصحفيين الموريتانيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين دورة تكوينية لصالح 150 صحفيا. تهدف هذه الدورة إلى تكوين الصحفيين في مجال الصحافة الرقمية.
نظرا لما للتقنيات الجديدة من أهمية وارتباط بمهنة الصحافة والصحفيين الميدانيين بشكل خاص، ومع بروز استخدام هذه التقنيات في مجال القرصنة والمراقبة والاختراق، تتأكد ضرورة تكوين الصحفيين على الاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية. وفي هذه الدورة التكوينية المنظمة من قبل رابطة الصحفيين الموريتانيين بالشراكة مع الاتحاد الدولي للصحفيين، وذلك لصالح 15 صحفيا من مختلف المؤسسات الإعلامية. نظرا لأهمية الصحافة الرقمية وسلامة ممتهنيها، فإن التوجه العالمي يملي ضرورة التوجه إلى ما تمليه مقتضيات ذلك، وسوف تستفيد هذه الجماعة اليوم من تكوين حول تقنية السلامة الرقمية تحت إشراف المكون الدولي المعتمد من طرف الاتحاد الدولي للصحفيين، عضو الأمانة التنفيذية لرابطة الصحفيين الموريتانيين المكلف بالتكوين الأستاذ أحمد دول بداها. نرجو أن تعم الاستفادة من هذا التكوين الذي سوف يتوج بإفادات للمشاركين. المشاركون في الدورة التي يشرف على تأطيرها خبير معتمد من الاتحاد الدولي للصحفيين سيتلقون عروضا حول وسائل الاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية من شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والحسابات الإلكترونية، وذلك لتكوينهم على تقدير وتقييم المخاطر وحماية أنفسهم وبياناتهم من التلاعب أو الاستخدام لأغراض غير مهنية. أصدرت اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال لجنة الوزارية الخاصة بتسيير الطوارئ خريطة حول ارتفاع منسوب مياه النهر في مناطق الضفة، إضافة إلى الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه النهر. في مدينة روسو ارتفع منسوب مياه النهر في 14 أكتوبر من 3 أمتار و10 سنتيمترات إلى 3 أمتار و11 سنتيمترا في اليوم الموالي. وفي القصيبة 2 ارتفع منسوب مياه النهر من 5 أمتار و30 سنتيمترا إلى 5 أمتار و32 سنتيمترا. وفي قري استقر منسوب مياه النهر عند 7 أمتار و57 سنتيمترا. وفي كيهيدي انخفض منسوب المياه من 11 مترا و49 سنتيمترا إلى 11 مترا و45 سنتيمترا. وفي فومليكليت انخفض منسوب مياه النهر من 35 مترا و10 سنتيمترات إلى 35 مترا و8 سنتيمترات. وفي وادي غورغول ارتفع منسوب المياه من 11 مترا و49 سنتيمترا إلى 11 مترا و84 سنتيمترا. أما في ولاية البراكنة وتحديدا مركز دار البركة الإداري بمقاطعة بوغة، غمرت مياه النهر مشروعين زراعيين تابعين لبلدية والبيرم مساحة كل منهما 20 هكتارا، وتم ترحيل 35 أسرة هم سكان قرية بيلان التابعة لبلدية والبيرم بعد أن غمرت مياه النهر قريتهم. لا أعتقد أن النشرة انتهت. بالفعل بدي دليل من قائل أن نذكر مشاهدينا بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس الجمهورية استقبل بالقصر الرئاسي المكتب التنفيذي لرابطة العمد الموريتانيين. انطلاق عمل وحدة التدريس الخاصة باللغات الوطنية لصالح شعب القضاة والإدارة العمومية بالمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء. وزير الصحة يؤكد خلال زيارته للمركز الصحي بمقاطعة تشييد وتجهيز المركز الأولى. نشكركم مشاهدينا الكرام على كرم المتابعة، وندعوكم لتتواصلوا معنا أكثر عبر موقعنا على الإنترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي المعهودة أمامكم الظاهرة على الشاشة. تحية مني ومن باقي فريق العمل، الموعدي معكم بحول الله في نشرة منتصف الليل. إلى اللقاء. إلى اللقاء. خلاص شتي.